ما حكم الحداد على الميت فوق 3 ليالي؟ بالنسبة لزوجته تحد مدة العدة 4 أشهر وعشرة أيام، بمعنى أنها تتجنب الطيب في جسمها وفي ثيابها، تتجنب الزينة في جسمها كالخضاب والمساحيق وأدوات التجميل والكحل، وتتجنب لبس الحلي في يديها أو في نحرها، وتتجنب ثياب الزينة، فلا تلبس إلا ثيابا ليس فيها زينة. كذلك تتجنب الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، بل تبقى فيه مهما أمكنها ذلك. هذا بالنسبة للزوج. أما بالنسبة لغير الزوجة فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم الإحداد على ميت إلا 3 أيام، وما فوقها فإنه حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا الزوج 4 أشهر وعشرة أيام. نعم.